نروح مع حضراتكم دلوقتي لشواطئ طور سيناء. انطلقت منافسات بطولة الجمهورية السنوية للشراع أو الشتوية للشراع اللي بيشارك فيها حوالي 100 لاعب وكيان كبير بحضور حوالي 30 من الحكام والإداريين. البطولة تم العمل فيها على توفير كل الإمكانيات وإزالة كل المعوقات لإنجاحها. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل هذه البطولة. معانا على التليفون الأستاذ محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية لو تكلمنا عن الفعاليات اللي بتشهدها بطولة الجمهورية الشتوية للشراع اللي طبعا بتحتضنها المحافظة السنة دي. صباح الخير أستاذ جمانة، صباح الخير أستاذ محمد، صباح النور، صباح الخير على مصر كلها. طبعا يمكن دي اول بطوله تقام على شواطئ طور سيناء. يمكن كل الناس عارفه ان جنوب سيناء بشرم الشيخ ودهب وراس سدر، ولكن طبعا تعليمات السيد اللواء خالد هدى المحافظ ان احنا نستغل كل الامكانيات اللي موجوده في المحافظه لجذب الانشطه الرياضيه، ودي بتبقى بدايه انطلاق لمدن المحافظه للوصول للعالميه. يمكن احنا ربنا حبانا في كل مدينه بعوامل طبيعيه مختلفه عن المدينه اللي جنبيها في جنوب. والطور يمكن طور سيناء يمكن مشهوره جدا بالطيارات الهوائيه اللي موجوده فيها، وده كان شيء اساسي في لعبه زي لعبه الشراع او الانزلاق على الماء بكل الكايت والسيرف وكل الانشطه الرياضيه الشاطئيه ديت. ودي كانت نقطة الانطلاق اللي كانت التعاون ما بيننا وبين الاتحاد المصري للشراء، ان احنا نستغل الشواطئ ديت في عمل انشطة رياضية. ويمكن ده كان اول نشاط رياضي بيننا وبين الاتحاد المصري للشراء ان احنا نعمل البطولة الشتوية السنة دي على شواطئ طور سيناء. ويمكن كان الجميل بقى ان احنا كمان استضفنا معسكر مغلق للمنتخب المصري بوجود اللاعب ولاعبه اللي هم متاهلين للاولمبياد في لندن. وربنا كمان كرم ان الطيارات الهوائيه اللي موجوده في الطور تشبه بكتير الطيارات الهوائيه اللي موجوده في الاولمبياد في لندن. جميل. وده كان يعني اعضاء الاتحاد والقائمين على الاتحاد يعني وجدوا ان الطيارات الهوائيه مناسبه جدا للاعداد للاولمبياد، وان شاء الله يبقى وش جنوب سيناء خير على المنتخب باذن الله ونحقق حاجه كويسه. احنا شايفين مع حضرتك دلوقتي على الهواء صور للاستعدادات وصور للشراع او الاشرعه المشاركه في البطوله الشتويه للشراع. طبعا مشهد جميل جدا، والمكان كمان اختيار المكان موفق جدا، شواطئ طور سيناء. عايز اسال حضرتك، ممكن كتير مننا ما يعرفش تفاصيل اكتر عن لعبه الشراع، نعرف من حضرتك التفاصيل عن المنافسات بتكون ازاي وازاي شكل المسابقه؟ والله هي طبعا بتبقى اعمار مختلفه. الحمد لله عندنا يمكن عمرين او ثلاث اعمار موجوده، طبعا بنين وبنات. في كورس معين بيتعمل يوميا في البحر عن طريق المختصين في الاتحاد. التحكيم بيبقى عن طريق الوقت والتنفيذ الكورس المعين اللي هو جوه الميه. في نهايه الثلاث ايام بيبقى في تتويج وحصد النتائج وحسابها لكل لاعب. ان شاء الله البطوله ممتده لغايه يوم 22. زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هم حوالي 100 لاعب ان شاء الله بحوالي خمس هيئات او ست هيئات. جميل. عندنا هيئات من القاهره، انديه من القاهره واسكندريه واسماعيليه، وكنا نعمل انها تبقى اكتر، لكن الجاي احسن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب يعني بطوله بيشارك فيها حوالي 100 لاعب، ده رقم مش بسيط يا فندم، وزي ما كنا بنتكلم في المقدمه انه كان في مجهود كبير جدا لتدليل اي عقبات. ايه العقبات او التحديات اللي واجهتكم واشتغلتوا عليها؟ طبعا اول حاجه بعد المسافه. ان احنا عندنا الطور بعيده شويه عن باقي المحافظات. الاجراءات الامنيه حاولنا نخففها جدا. كانت تعليمات السيد اللواء خالد فوده برضو ان احنا نوفر البنيه التحتيه اللي هي الاقامه
التسليل بقى او تسهيل موضوع النزول بتاع المراكب ونقل المراكب، الاستضافه بتاعت الفرق، الامكانيات المحافظه كلها مذلله لانجاح البطوله. ويمكن مشهور عن جنوب سيناء ان اي اتحاد الحمد لله بيقدر بيقيم بطوله دوليه او عالميه على ارض جنوب سيناء، ويمكن اكثر البطولات ديت بتنفذ في شرم الشيخ. احنا يعني مثلا الشهر ده كان عندنا بطوله العالم للقوى البدنيه في شرم الشيخ، وعندنا بطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد في ترايسلون اخر شهر 2 برضو في شرم الشيخ. احنا بنحاول ان احنا الامكانيات اللي موجوده في شرم الشيخ تبقى موجوده في كل المدن في جنوب سيناء، وان شاء الله نقدر ان احنا نعمل بدائل كتير في على ارض جنوب سيناء في كل المدن بتاعتها لنجاح كل البطولات العالميه والدوليه. احنا ابتدينا في الطور بطوله جمهوريه، وان شاء الله اللي جايه هيبقى احسن باذن الله. بإذن الله. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر ومجهود موفق الأستاذ محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء.